السلام عليكم اصدقائي، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تطوير لاعب. اليوم مو اي لاعب، اليوم اسطورة كرة القدم، افضل لاعب بالعالم، افضل لاعب بالتاريخ، ليونيل ميسي. حلقة انتم انتظرتوها، لسه كمان ناطرين كريستيانو. ان شاء الله جاي الحلقة سريعا. فرجوني الدعم اليوم، فجروا زر اللايك، 20,000 لايك، اكثر من 20,000 لايك صراحة بيستحق ليونيل ميسي. حلقة للتاريخ. ليونيل ميسي مثل ما شايفين بعمر 16 سنة، طاقات 83، رح نبدأ في مسيرة جديدة مختلفة عن مسيرته اللي كانت في البارسا. البارسا، برشلونة، كتالوني. هذا الرجل يا جماعة من وقت ما بدأ لحد الآن، ولحد الآن ما طلع من برشلونة. فاليوم رح نخليه يرتدي قمصان أخرى، ولكن رح نحاول نحقق كرة ذهبية كتيرة، وبنفس الوقت كمان رح نحاول نحقق دوري أبطال لميسي بعدة فرق. مسيرة جديدة ممتعة جدا. رح نبلش بطاقات 83 بعمر 16 بفريق ريال ساراكوسا. مثل ما شايفين ميسي على اليمين، وطبعا يستحق أن يكون 83 بعمر 17 سنة. هلا هو 17 ولكن هون لسه مكتوب 16. ما علينا، ميسي بطاقات خرافية، وإذا ما أعطينا الطاقات لميسي ببداية التطوير لمين رح نعطيها؟ رح نشوف إيمت رح يوصل لل 99. وبنفس الوقت ليش حطيت ميسي مع ريال ساراكوسا؟ لأنه هو مثل ما بتعرفوا مسيرته كلياتها كانت بالبارسا، فلازم نخليه بدور إسباني فريق ضعيف. هو كان برشلونة بي مثل ما بتعرفوا، بما أنه برشلونة بي ما أنه موجود، فحطيناه بالدرجة الثانية الإسبانية. خط التطوير ليونيل ميسي، متحمس جدا جدا. هلا هو بيلعب RW، بيلعب ST، بيلعب CF، بيلعب كام. ضفت له الكام كمان على المراكز اللي بيلعب فيها، لكن رح نخليه نثبته على RW كبداية ونشوف قديش رح يتطور. الخطة الأولى المناسبة لليونيل ميسي بتطور له سرعة الجري، بتطور له كتير شغلات مثل الرشاقة والتوازن والتحكم بالكرة المراوغة. بتاخد 5 أسابيع، هي الجناح على الطرف، اول خطه لليونيل ميسي. وخلينا نروح. اذا الموسم الاول انتهى، وحاليا راح نروح ونشوف بدايه سيئه جدا لميسي. ريال ساراكوستا مثل ما شايفين بالمركز الاخير ب 30 نقطه فقط. صراحه شيء صدمه لليونيل ميسي. كوبا دي اسبانيا طبعا ما انا موجودين باي بطوله، انا لما ما لازم اشوف هذا الشيء، ولكن طاقات ميسي 88 يا سادة. ميسي من اول موسم، ميسي في الطريق للكرة الذهبية الاولى مبكرا جدا يا جماعة. حاليا راح ينتقل لفريق كبير من اول موسم، ممتاز جدا. وصراحة ما فاجأني هذا الشيء، ميسي بيضل ميسي. ومثل ما شايفين عمره حاليا 17 سنة ليونيل. احصائيات ميسي 41 مباراة، 9 أهداف و3 أسيست، اكثر اللاعبين اللي سجلوا للفريق تماما. فرح نعرض ميسي على البيع، اصلا هو معروض على البيع بدون ما نعرضه، ورح نشوف العرض الاول لميسي بعمر 17 سنة. يمكن اول لاعب رح ينتقل من اول موسم لنادي كبير اللي بمرحلة التطوير اللي عم نطور فيها. فهيا بنا. اذا اجانا عرض اول من بورنموث بعرض اعارة لليونيل ميسي، وعلى ما اعتقد حاليا رح ناخده كإعارة، ولكن مثل ما بتعرفوا كالعادة مخلص معه بالفريق الجديد. ولكن بورنموث مو الفريق اللي بيطمح له حاليا، فبنرفض العرض لأن طاقاته 88، فممكن ينتقل لفريق كبير، ليش لا. عرض من غلطة سراي التركي، صراحة فرصة لأنه نسيطر بميسي على الدوري التركي، يصير الهداف، وممكن بدوري الأبطال كمان يقودهم لمراحل متقدمة. خلينا نجرب ناخده على غلطة سراي ولو لموسم واحد، فبنقبل العرض وبنروح على تركيا. إذا وقعنا مع غلطة سراي، وحاليا ذاهب للغلطة لتدريب ليونيل ميسي، والحصول على هداف الدوري التركي ممكن يكون أفضل لاعب. إذا في هون عنا تشالايان منطلق، لسه ميسي ما وصل للفريق يا جماعة، بانتظار قدوم الليو. إذا ميسي إجى على الفريق بنحطه على اليمين، ولكن خطة غلطة سراي ما في RWLW، خلينا نغيرها للخطة. نعم، إذا رح أختار هاي الخطة ورح أخلي ميسي بمكانه RW، رح يكون له أول موسم بدوري الأبطال إذا مشاركين غلطة سراي، وعلى ما أعتقد هن مشاركين لأنه الأفضل، ومعه مصطفى محمد المصري، وفي لاعبين جيدين منهم موسليرا، حارس الأوروغواي، وحارس غلطة سراي لسنين عديدة. خطة تطوير ميسي للموسم الثاني مع غلطة سراي رح نخليها 16 أسبوع جناح متناوب، بتطوره كمان بسرعة الجري بشغلات كتيرة مهمة. فهيا بنا يا ليو مع غلطة سراي. إذا موسم 2022 انتهى، وميسي بطل الدوري التركي، أول بطولة سجلنا 79 هدف، إن شاء الله يكون لميسي النصيب الأكبر. تركو باسي كاس تركيا كمان بطولتين مثل ما توقعنا، سيطرنا على البطولات، وراح يكون هلا ميسي هو سيد الفريق باذن الله. ويفا سوبر كاب ما انا موجودين طبعا، ويفا تشامبيونز ليج
ما أنا موجودين، معناها نحن بالويفا يوروبا ليج. يلا ما علينا، ان شاء الله يكون اخذناها ما وصل. اوه مان سيتي وليفربول موجودين بالويفا يوروبا ليج، شيء غريب جدا. خسرنا بدور المجموعات وخرجنا كالعادة، ما هم موفقين بالبطولات الأوروبية الأتراك. فخلينا نشوف ليونيل ميسي. 91 ميسي بعمر 18 سنة، ميسي وصل ل 91 وكان من أبرز لاعبين الجلطة أكيد. خلينا نشوف الأحصائيات بهذا الموسم. ميسي 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 29 هدف و16 مساعدة الكبير ليونيل. اذا حان وقت انتقال ميسي لنادي كبير، حاليا طاقات 91 و18 سنة. من الفريق اللي راح يخطف ليونيل ميسي؟ ولا عرض لليونيل ميسي. وصلنا بخمس الشهر لسه 25 يوم، وصراحة ما بعرف شكله ما راح حدا يقدم عرض لميسي. ناطرين العروض يا اندية العالم انه ليونيل. اذا مثل ما شايفين وصلنا تقريبا ل 29 الشهر وما ضل شيء للانتقالات لا تنتهي ولا عرض لليونيل ميسي، فلهيك راح استخدم واسطاتي بفيفا وراح خلي ميسي ينتقل. خليه ينتقل بهاي الطاقات لباريس سان جيرمان يلعب مع مبابي ونيمار، وبيستحق هذا الشيء صراحة. هي جليتش من جليتشات فيفا انه ما حدا قدم له عرض، لانه ميسي بهيك طاقات لازم يتقدم له عرض. فخلينا نرسل ميسي لباريس. فيفا يا فيفا خذيني لباريس سان جيرمان. نيمار موجود، مبابي موجود الحمد لله، فحاليا رح ناخذ ميسي ايضا لباريس سان جيرمان. اذا حاليا متجه للدوري الفرنسي، وميسي على ما اعتقد سبقني للفريق، فما بعرف اذا حطوا اساسي ما حطوا اساسي. ندور على ميسي. ميسي ميسي شكله لسه ما وصل. لا وصل وصل، وحاطينه هون مثل ما شايفين ما انتبهت له. فخلينا نحطه بمكانه على اليمين، راح ياخذ مكانه بجدارة، ومعه نيمار جيري صانع العاب، ومبابي على اليسار، وفي ديلي آلي رأس حربة. هل عنا رأس حربة أفضل هون؟ خلاص راح خلي التشكيلة مثل ما هي وخليها أوتوماتيكية من فيفا. ميسي بجانب نيمار ومبابي، صراحة مفارقة حلوة وبيستاهل ميسي بهذا العمر، ولنشوف هل سيقترب من الكرة الذهبية بهذا العمر ولا لسه. خطة تطوير ميسي بال 19 سنة حاليا، في عنا خمس أسابيع للجناح داعم بتطوره بشكل خرافي، وفي عندك شغلات تانية، ولكن بتوقع انه جناح داعم هي افضل شيء حاليا. طبعا فورا مثل ما شايفين صار احد افضل لاعبي العالم، ممكن نيمار ايضا احد افضل لاعبي العالم، ومبابي احد افضل لاعبي العالم. فميسي ممكن لسه موسم موسمين لحتى يبلش يرشح للكرة الذهبية، فخلينا نشوف مع بعض شو راح يصير. اذا اول مشاركة راح تكون لميسي بدوري الابطال المجموعة مونشن جلادباخ بنفيكا وكوبنهاجن، فبتوقع انه بنقدر نمر من هاي المجموعة. اذا المرشحين للاعب السنة كان بيناتهم ميسي، ستيرلينج، مبابي، وليفاندوفسكي، واللي اخذ الجائزة هو ليفاندوفسكي لهي السنة. ولكن بما انه ترشح ميسي هاي السنة لانه يكون افضل لاعب بالعالم، ان شاء الله الموسم القادم راح يبلش يسيطر على الكرة الذهبية يا رب. خلينا نشوف. اذا الموسم انتهى، باريس سان جيرمان اول الدوري الفرنسي سجل 85 هدف. البطولة الثانية أخذناها، بطولتين لميسي بهذا الموسم، ثالث بطولة. الله الله قادمون قادمون، هاي مالنا على أفيا. ويفا سوبر كاب مانا موجودين، ويفا تشامبيونز ليج يا رب يا ميسي. خسرنا بالنهائي مع ريال مدريد، وصلنا للنهائي بنيمار مبابي ميسي، لكن خسرنا مع الميرينجي، طلعنا كأول المجموعة طبعا بصفر خسارة 14 نقطة. بعدين فزنا على أتلتيكو مدريد 3-1، بعدين 3-2 على برشلونة ممتاز جدا، 4-1 على المان سيتي، وخسرنا مع ريال مدريد. طاقات ميسي لهذا الموسم 93 ميسي، تقريبا اقترب جدا من مبابي وتجاوز نيمار. نيمار صار عمره 31 سنة، مبابي عمره 24، وحاليا ميسي صار بعمر 19 سنة. احصائيات ليونيل لهذا الموسم 57 مباراة، 37 هدف و9 اسيست. عالم ليونيل سجل 6 بدوري الابطال، 26 بالدوري الفرنسي، بتوقع انه هو هداف الدوري الفرنسي. خلينا نشوف. ميسي نعم هداف الدوري الفرنسي مثل ما شايفين ب 26 هدف، هو هداف هاي البطولة اللي شايفينها. والله صراحة ما بعرف كيف تلفظ كوبا ناسيونال، ما بعرف كيف. المهم ميسي لسه كمان كان عم ينافس على هدافي دوري الأبطال مع هازارد وهالاند، ولكن هالاند أخذها بالتسع أهداف. إذا موسم جديد، وخلينا نخلي ميسي مع مبابي ونيمار موسم آخر، بما أنه الفرصة متاحة جددت العقود لكل اللاعبين، وحاليا راح أعمل خطة تطوير جديدة لليونيل ميسي. كل الخطط 16 أسبوع تقريبا، في هاي الخطة 15 أسبوع.
صراحة ما بعرف اي خطة راح استخدمه، لكن خلينا نختار هاي ال 15 اسبوع بتطوره بسرعة الجري. فجنح على الطرف خطة ميسي جديدة لحتى يوصل ال 94 ب 15 اسبوع. اذا حاليا نحو جائزة افضل لاعب لهذا الموسم، من سيكون لاعب السنة؟ عندنا ميسي ومبابي مرشحين، ميسي عم يترشح لتاني مرة، ديمبلي ولوتارو مارتينيز، بايرن ميونشن طبعا منتقل لها لوتارو، ويلا بانتظار مين افضل لاعب بالعالم. اذا تم الاعلان عن لاعب السنه، بسم الله ميسي، ميسي اخذها مبابي يا جماعه، اول سنه ليفاندوفسكي، ثاني سنه امبابي بنفس الفريق، نحن مع امبابي، ولكن امبابي اخذها. ميسي لحد الان ولا كره ذهبيه، ولكن لسه عمره صغير، لسه قدامنا وقت طويل. اذا الموسم اخر انتهى وفزنا بفارق نقطه وحيده بالدوري، يبدو انه ادائنا هذا الموسم اسوأ من اللي قبله، كمان اخذنا البطوله الثانيه، البطولة الله ثلاثية رائعة جدا، الويفا سوبر كاب ما أنا موجودين، الريال موجود اللي فاز علينا، فاز 4-1 حاليا ويفا تشامبيونز ليج. ما وصلنا هاي السنة للنهاية، ثاني المجموعة، بعدين خسرنا مع روما مباشرة بدور 16. موسم سيء، ميسي طاقاته 94، اقترب من مبابي جدا اللي حصل على الكرة الذهبية، ميسي رائع جدا بعمر 20 سنة طاقاته 94. ميسي احصائياتك هذا الموسم 52 مباراة 13 هدف و 8 اسيست، صراحة شوي نزل معدل الاهداف لليونيل هذا الموسم، ولكن لا علينا يا ليو. نيمار مسجل 21 و 12 اسيست، وخلينا نشوف مبابي مسجل 31 و 8 صناعات. بهذا الموسم راح اعرض ميسي على الانتقالات، ولنشوف اذا جانا عرض مناسب. راح ننتقل من باريس سان جيرمان، قيمة ميسي الحالية 247 مليون دولار يا سادة، راتبه 310,000، قيمة مبابي 253، قريبين جدا من بعض، نيمار 146، ميسي قيمته قريبة جدا من مبابي، فقط الفرق 6 مليون. عارض انتقال ليونيل ميسي من السبيرز، اوه انتقال حلو صراحة، ممكن ناخده للسبيرز للدوري الانجليزي، وكل العالم بيتخيلوا ميسي بالدوري الانجليزي، هو عرض مبادلة راح يكون بالاضافة ل 153 مليون، ما علينا، خلينا نقبل العرض ونخلي ميسي بالدوري الانجليزي. اذا حاليا وقعت للسبيرز مثل ما شايفين، وراح نروح نحط ميسي بالتشكيلة ونشوف ماذا سيفعل مع السبيرز. مع باريس سان جيرمان ترشح مرتين للكرة الذهبية وما اخذها، هاي المرة هل سيرشح؟ التشكيلة حلوة كالعادة، تشكيلة السبيرز بتكون جيدة، في بعض المواقع يعني ناقصة، ولكن راح نجرب. هذا هو ميسي مثل ما شايفين، جاريث بيل صار عمره 35 سنة وطاقاته 76. ميسي تعال للتشكيلة الأساسية، أول شيء راح أحطه مكان هاد، إذا غيرت الخطة لحتى أحط ميسي بمكانه مثل ما شايفين. هلأ بوسكيت شو عم يساوي هون؟ ما بعرف صراحة، يعني هلأ بالله شو المنطق اللي بيخلي بوسكيت بتوتنهام بعمر 36 سنة وأساسي؟ باي باي يا بوسكيت. يعني صراحة شيء غريب جدا، ما بعرف شو السبب. التشكيلة متكاملة، في عنا شوية ضعف بالدفاع ما بعرف ليش، وفي عنا كمان بالار بي صراحة، هدول اللاعبين شوي ضعف، ولكن كهجوم حلوين، دومبلي كين سون وليونيل ميسي، فراح نجرب موسم مع السبيرز ونشوف شو راح يساوي ميسي. اذا ميسي صار 95 مثل ما شايفين بعمر ال 21 سنة، وحاليا راح ندربه على خطة جديدة ممكن تاخد 36 اسبوع ب 96، طبعا لا يوصل لطاقات 96، راح تطوره بسرعة الجري، صراحة شوي تطويره يعني ببعض الشغلات بطيء وبعض الشغلات قوي جدا، ولكن بلش يتكامل ميسي، بلش يوصل لطاقات خرافية يا جماعة، اكيد راح يوصل ل 99 باذن الله راح نوصله، ولكن على ما والله صانع العاب على الطرف هاي بتطوره بشكل خرافي صراحة، ما كنت منتبه. ب 23 اسبوع خلينا نوصل ال 96، موسم اخر مع السبيرز، هل سيأخذ الكرة الذهبية ليونيل ميسي؟ فلنرى. اذا المرشحين للاعب العام ب 2024 ميسي مرة اخرى مع امبابي، هالاند وستيرلينج، وهاي السنة ما في حجة انكم ما تعطوها لليونيل ميسي يا فيفا، خلص بكفي، اعطيتوها لمبابي، اعطيتوها لليفاندوسكي، حاليا هالاند
ستيرلينج ما لهم افضل من ميسي. هيا بنا يا اليوم الاعلان عن لاعب السنه ليونيل ميسي، اول كره ذهبيه مع السبيرز، ايثان اخذها ليو بعد 3 محاولات من سجل هون واحد كره ذهبيه يا ليونيل، ولسه العمر صغير وان شاء الله رح ناخذها اكثر من مره. ميسي افضل لاعب بالعالم. اذا موسم 2025 ميسي، نعم نعم نعم، اذا السبيرز ما خذلوني واخذنا المركز الاول بالدوري على حساب ليفربول مان سيتي، مولع الدوري الانجليزي كالعاده، سجلنا 78 هدف، كاس الامارات اوهو بطولتين وكره ذهبيه، رائع جدا، كاراباو كاب خسرنا بالنصف نهائي 2-1 مع مان سيتي، ويفا سوبر كاب ما هم موجودين، ليفربول اخذوها، ويفا تشامبيونز ليج لا لا على ولا وصلنا للنهائي. شو ما نمشاركين يا جماعة؟ لا اوه اخذنا اليوروبا ليج، بس كيف ما نمشاركين بدوري الابطال؟ اذا طلعنا تاني مجموعة، بعدين فزنا على نابولي 5-1، بعدين فزنا على فولفسبورغ 4-0، بعدين فزنا 4-0 على بنفيكا، بعدين فزنا 3-2، بعدين فزنا 2-1، اول بطولة اوروبية لليونيل ميسي مع الكرة الذهبية مع السبيرز. خلينا نشوف ميسي، اوه با 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 ميسي، لا 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 صدمني يا جماعة، صدمني هذا اللاعب يا جماعة، 98 ليونيل ميسي، هو ما صدمني لا يعني اكيد ميسي بيوصل، ولكن انه بنط بفرض نطة بهذا الموسم بعمر 21 سنة يا ميسي، وصلت ل 98، لعب 63 مباراة، سجل 26 هدف و11 اسيست، سجل بالبريمير ليج 12 باليوروبا ليج، شكله هداف اليوروبا ليج ليونيل ميسي، خلينا نتاكد من هذا الشيء. نعم اذا بهدافي اليوروبا ليج مورينو من لازيو 13، ميسي 12، على هدف واحد كان ممكن ياخذ هاي الجائزه، ولكن موسم جيد لميسي، موسم واحد ما راح نكتره، حاليا راح نعرض ميسي على البيع بطاقات 98، مين اللي راح يعرض لميسي؟ هل هناك عرض يا كتالون يا بارسا؟ لحد الان ما تذكرونا، مدريد ممكن، مدريد ميسي في راح تصير سيناريو مجنون، سيناريو مجنون يا جماعة، ولكن ممتع بما أنه مسيرة جديدة، فهيا بنا لموسم آخر ونعرض ميسي على البيع. إذا ميسي يعرض على البيع بطاقات 98 بعمر 21 سنة، رقم قياسي لليونيل ميسي، هيا بنا لنشوف أي، خلينا نشوف قيمة ميسي قديش وصلت قيمة ليونيل ميسي. إذا قيمة ميسي 374 مليون دولار يا ليو، صراحة ما بعرف شو السبب اللي ما عم يخلي الفرق تعرض لليونيل ميسي، صار أكثر من مرة يا فيفا، جليتشات فيفا مو طبيعية، ميسي معروض على البيع أفضل لاعب بالعالم، وأخيرا إجانا عرض بسم الله مان سيتي. كتير حكوا عن هذا الانتقال، فحاليا نحن بهاي المسيرة رح نخلي ميسي يروح لمان سيتي ب 409 مليون دولار يا سادة. صح انه انتظرنا كتير العرض، ولكن بالنهاية اجانا عرض خرافي جدا، اذا ليونيل ميسي نحو المان سيتي، هيا بنا خذيني يا فيفا الى المان سيتي، والله رح تكون تشكيلة خرافية صراحة. اذا هاي هي تشكيلة المان سيتي مثل ما شايفين، خلينا ناخذ ميسي اول شيء على الاحتياط، مكان مين؟ مكان هذا المهاجم، وبعدين نحطه مكان توريس، عنا جيسوس وعنا ستيرلينج، دي بروين، عوار، رودري، صراحة يعني التشكيلة هي كطاقات ما بعرف شوي اقل مما كنت متوقع، ولكن بشكل عام ممتاز جدا، خلينا نحط كانسيلو ار بي. اذا ميسي بعمر 22 بقميص المان سيتي، خطة تطوير اخرى لحتى نوصل ل 99، بقي القليل يا ليو، عنا جناح داعم وعنا كمان جناح على الطرف، جناح داعم راح توصله ب 117 اسبوع لحتى يكون 99. اذا لاعب العام ل 2025 عنا بابي، سانشو، ميسي، وهالاند. سانشو جديد على المرشحين، وناطرين حاليا نشوف مين افضل لاعب بالعالم. تم الاعلان عن لاعب السنة ليونيل ميسي، 2 كرة ذهبية يا جماعة، ميسي بعمر 22 سنة، برافو ليونيل، لم تخذلني يا ليو، حاليا راح نكمل الموسم مع المان سيتي. اذا نهاية موسم 2026 اخذنا الدوري الانجليزي، واذا ملاحظين كل الدوريات اخذناها مع ليونيل ميسي تقريبا اللي راح عليها، طبعا كأس الإمارات صبنا حالنا عين يا جماعة وما أخذنا شيء،
كاراباو كاب اخذناها 2-1 بطولتين ويفا سوبر كاب ما انا موجودين. السبيرز اخذها اللي كان في ليونيل ميسي 3-2 على ريال مدريد. فيفا تشامبيونز ليج ما وصلنا اذا طلعنا كاول مجموعه 15 نقطه بعدين فزنا او خسرنا مع برشلونه بركلات الترجيح. كان حظنا سيء انه نواجه برشلونه بدور ال 16 يا ليو. فخلينا نروح نشوف ميسي هل وصل 99. ميسي 99 اذا على اليمين يا جماعه مثل ما شايفين بعمر 22 سنه يا ليو. ارقام ميسي بعد ما وصل لل 99 ماذا فعل؟ 52 مباراه 23 هدف و13 اسيست يا ليونيل. اذا بعد موسم في المان سيتي الكابيتانو ليونيل ميسي صار بالمان سيتي. شوفوا اشاره الكابتن بعمر 22 سنه راح نضيفه لقائمه الانتقالات بقيمه وصلت ل 390 مليون دولار يا جماعه وراتبه 840 الف اعلى راتب بالفريق. ما حدا مقرب منه اصلا بالقيمه ابدا ابدا. كالعاده عروض ميسي نادره ولكن بتوقع هاي المره من قيمته العاليه جدا ما اي نادي فينه يقدم له عرض لليو. فناطرين ان شاء الله اي نادي كبير يقدر يقدم عرض لليو لحتى نقبله ونروح عليه. مثلا البارسا، مثلا الريال، اليوفي ممكن. شوفوا عم يجي يعرض لك اللاعبين الا ليونيل ميسي. اذا الشهر الاخير بالتعاقدات بلش ينتهي وما في ولا عرض لميسي. فحاليا انا راح العب لعبتي واخذ ميسي الى اي فريق. راح اخلي لكم اياها مفاجاه. انتظروا معي 3-2-1 هيا بنا. نعم اذا ميسي لاول مره في تاريخه يرتدي قميص الميرينج ريال مدريد. يا الله 99 طاقات وعمر 23 سنه مثل ما شايفين لابس ريال مدريد. حقد مشجعين البارسا حاليا كبير علي ولكن انا مشجع البارسا. خليه يكون سيناريو ممتع لنشوف شو راح يقدم مع ريال مدريد. شوفوا عم يهز براسه عم يقول لي انا بفرجيك يا اسماعيل. صراحه التشكيله حلوه فيها لاعبين كثير ولكن مخربطه شوي. راح رتبها ونظبط. اهم شيء ننزل ليو 99. خطه تطوير ميسي لهذا الموسم اللي صارت شبه مستحيل انه يتطور لانه اغلب الشغلات صارت 99 مثل ما شايفين. ولكن السرعه سرعة الجري ما بعرف ليش وقفت عند التسعين وما كانت تزيد لعند ليو. في كتير شغلات وصلت للتسعة وتسعين فخلينا ندربه على جناح على الطرف ولكن ما كتير رح يعني تفرق صراحة التدريبات. اذا بال 2026 ميسي، جواو فيليكس، ديمبلي، ولاوتارو مارتينيز. ميسي مرة اخرى هل سيكون لاعب العام؟ تم الاعلان عن لاعب السنة. ميسي سيطر على الكرة الذهبية المرة الثالثة ليه وعلى التوالي. اذا نحن بال 2027 ميسي مع ريال مدريد مركز ثالث. لاول مرة ميسي ما اخذ الدوري مع الفريق اللي بينتقل له. كوبا دي اسبانيا 4-3 مدريد. ويفا سوبر كاب برشلونة 3-0. ويفا تشامبيونز ليج وين طلعنا وين خسرنا؟ خسرنا مع بروسيا دورتموند 3-2 يا مدريد. طبعا طاقات ما عاد تتحرك. 99 ميسي في طاقات خيالية صراحة. 23 سنة مثل ما شايفين. حاليا نشوف احصائيات هذا اللاعب. احصائياته لهذا الموسم 52 مباراة 32 هدف و15 اسيست مع الميرينجي. وعلى ما يبدو انه هو هداف الدوري الاسباني او ممكن مركز ثاني. خلينا نشوف ميسي اذا مركز ثالث بعد جواو فيليكس وبعد اوير زبال. ميسي افضل صانع العاب بالريال مدريد ب10 صناعات يا جماعه. 10 صناعات و22 هدف بالليغا شيء خيالي صراحه. ميسي هداف الكوبا دي اسبانيا بخمس اهداف. ميسي غير موجود موجود بخمس اهداف في هداف في دوري الابطال بالمركز الثامن الاول من روما 9. وطبعا السبب انه ما استمرينا ولكن اخذ افضل صانع العاب بدوري ابطال اوروبا بالرغم من خروجنا من دور ال 16. اذا موسم واحد مع ريال مدريد بكفي. راح نضيفه لقائمه الانتقالات ويلا يا برشلونه استحوا على دمكم وادعوه ميسي اللي لعب معكم 50 سنه حاليا ولا عرض من برشلونة لحد الآن. صار الزلم عمره 23 ومعه 3 كرة ذهبية ولا عرض من برشلونة. راح نفس الشيء كمان ما عم يجينا عروض أبدا لليو بسبب قيمته العالية. فحاليا أنا برأيي حان وقت الانتقال إلى البارسا لأنه هن ما ناويين يستحوا على دمهم يا جماعة ويقدمون عرض لليونيل. برسا يا برسا قدموا لي عرض لكي يعود ليونيل ميسي. إذا حاليا راح وقع عقد مع برشلونة وميسي سبقني على ما أعتقد. بعدته قبلي على برشلونة قلت له أنا جايك وبإذن الله حاليا راح نروح لموسم أول لميسي مع البارسا. وين ميسي؟ ميسي أنا بعدته قبلي لميسي. نعم ميسي موجود مثل ما شايفين. تشكيلة فيها نجوم كتيرة كالعادة.
محل مين راح نحطه، راح نحطه محل هذا اللاعب، بعدين راح ناخده لهون. خلينا نجرب اس تي، ممكن ميسي، والله ممكن، ليش لا، او سي اف. سي اف عم يلعب، وفي ديمبلي على اليمين وفاتي على اليسار، بيدريتو كمان موجود، خلينا نخليك كام. غونزاليس، ريس، صراحة ممكن نضبط تشكيلة افضل من هيك. اذا راح العب بهاي التشكيلة، اذا لاعب لا 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 في فلا، اعطوه لهاري كين يا جماعة بعد ما رحنا على البارسا. صراحة شيء غريب جدا جدا جدا، ليش يعني، ليش لا تعطوه لهاري كين؟ بعدين هاري كين عمره مدري قديش، 33 سنة صار، يمكن هلا بهاي السنة 2028 صدمة الكرة الذهبية، ولكن اخذنا الدوري اذا على حساب الريال مدريد. سوبر كوبا ما وصلنا، خسرنا بنصف نهائي كوبا دي اسبانيا، كمان ما وصلنا. ويفا سوبر كاب موجود فيها البارسا، لا دينامو زارب ولازم عم يلعبوا سوبر كاب الويفا. يا الله على هالزمن اللي وصلنا له. ميسي اول دوري ابطال، واخيرا على حساب المان سيتي. ميسي خسرت الكرة الذهبية هذا الموسم، صار معه 3 كرة ذهبية، واحد دوري ابطال. طبعا مثل ما بتعرفوا بفيفا صعب جدا انك تاخذ دوري الابطال بالمحاكاه، ولكن ميسي 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 فعلها. ميسي وكان هداف في الليغا على حساب جواو فيليكس. طبعا ميسي كمان بست اهداف بالمركز الرابع بهداف في تشامبيونز ليج. كريزمان هداف نابولي في دوري الابطال، غريب جدا كريزمان، شو اخذك لهنيك؟ طبعا ميسي هداف السوبر كوبا بهدف واحد. احصائيات ميسي مع البارسا 33 هدف و9 مساعدات، 33 هدف من اول موسم يا جماعه، من 53 مباراه، شيء خيالي عليه صراحه. خليني اجدد عقود اللاعبين جميعا يا جماعه بالبارسا لحتى يصير ما في عندنا مشاكل. يا جماعه صراحه الشيء اللي شايفه قدامي شيء خيالي خيالي، وصل لمرحله ممكن يساوي كل الطاقات 99، ما عدا الدفاع شوي طبعا صعب يزبط، ولكن مثل ما شايفين سرعه تجري 99، تسارع 99، السطر اللي جنبه كله 99 ما عدا ضربات الجزاء 89، في عنا اللي بعده كمان كله 99 في التقويس، الركلة الحرة، التمرير الطويلة كلهم 94 96، اللي بعده المراوغة كلها 99، تحكم الكرة، التوازن، الرشاقة كله 99، فقط الدفاع والبدني شوي أضعف. إذا مثل ما شايفين ها هي تشكيلتنا، فاتي، ميسي، ديمبلي بالموسم الثاني على التوالي، أغلبهم بيلعبوا بمنتخب وطني مثل ما شايفين هاي الإشارة اللي فوق. كوليبالي صار عمره 37 سنة ولساته أساسي، فأنا اشتريت لاعب دفاع ديليخت لأنه كوليبالي خلاص ما عاد يقدر، واشتريت أليسون لأنه حسيت ممكن الحارس عنا يترك الفريق اللي هو تير شتيغن، لأنه مقدم طلب انتقال، ونفس الوقت كمان عمره 36 سنة، فجبت أليسون في حال صار أي شيء رح يكون أساسي بالفريق نفس الطاقات، ولكن أليسون عمره 35 يعني ولسه اشترينا جديد فممكن يضل موسم. فباقي تشكيلة كلياتها مكتمل، للار بي شوي ممكن ضعيف، ولكن ما بعرف اذا عنا ار بي تاني، ما في صراحة. 2028 من سيكون لاعب العام؟ اذا ميسي وديمبلي، هالاند وسانشو، 2 من البارسا و2 من بروسيا دورتموند. حاليا اقتربنا من تحقيق رقم قياسي، طبعا مو بالحقيقة، اللي بفكر هلا انا عم اقول انه ميسي اخذ حاليا 3 كرات ذهبية، هذا رقم قياسي بالنسبة للتطوير اللي انا عم بعمله، فميسي ممكن ياخذ الرابعة حاليا. تم الاعلان عن لاعب السنة ميسي للمرة الرابعة، اذا ليونيل ميسي 4 مرات، وهي اول مرة بياخذها مع برشلونة. 2029 اذا يا جماعة برشلونة 102 نقطة فقط، خسارتين صراحة رقم قياسي عالمي، 5-3 خسرنا مع اساسونا، ضربناه العين كالعادة يا جماعة. فالبارسا ايضا بالكوبا دي اسبانيا ما انا موجودين، ويفا سوبر كاب 3-0، اذا كاس السوبر الاوروبي لاول مرة ميسي عم يحققه، تشامبيونز ليج مرة تانية ليونيل ميسي، 2 دوري ابطال، 4 كرة ذهبية، هو لحد الان هو ممكن يكون الافضل لاعب اللي طورتهم من خلال الجوائز، ولسه ماشيين، لسه ميسي لم يقف. 2-0 على ليبزيك او 2-1 بالربع نهائي، فزنا على ماني، وما علينا ما علينا من هاي الاحصائيات. اذا 55 مباراه 37 هدف، يا الله 37 هدف 21 اسيست، جن ميسي مع البارسا يا جماعه، مجنون هذا، عمره 25 سنه
طاقاته 99 مثل ما شايفين 29 هدف بالليغا مثل ما شايفين 29 هدف بالليغا متصدر بعيد جدا عن إدوارد اللي سجل 24 هدف بعيد جدا جدا حتى بالمساعدات ميسي 18 مساعدة بال تسيد الليغا 29 هدف و 18 أسيس بالويفا تشامبيونز ليج بست أهداف بعيد 3 أهداف عن الأول ميسي كمان بصناعة 3 بموسم متوسط بدوري الأبطال ولكن بالليغا حطم الأرقام ميسي. خطة التطوير والله صراحة ما يعني ما خلص ما عادت تفيد بشي ولكن خلينا نخليه متوازن لحتى يطور كمان الدفاع حتى الاعتراضات عنده بالدفاع صارت 84 يا جماعة. إذا من سيكون لاعب العام 2029؟ ميسي مرة أخرى مرشح مع إمبابي اللي عاد للواجهة هالاند وفاتي. الإعلان عن لاعب السنة ميسي هكرها يا جماعة هكرها ميسي اقترب جدا من رقمه في الحقيقة اللي حققه حاليا عندنا 5 كرات ذهبية 2 دوري أبطال طبعا دوري الأبطال ما منقيسه لأنه صعب جدا باللعبة ولكن روعة جدا ميسي حقق 5 كرات ذهبية أبدا ما حققته بأي لاعب حتى إمبابي إبراهيموفيتش اللي طورتهم من قبل ولا لاعب ما جاب 5 كرات ذهبية. إذا 2030 ميسي مع البارسا الثاني الدوري اللي بيهمنا دوري الأبطال تعطونا دوري الأبطال من النهاية هالسنة ما وصلنا حتى أسد النهائي ما لعب وين طلعنا يا بارسا فزنا على المان سيتي ربع نهائي خسرنا مع الليفر 4-3 ميسي 51 مباراة 30 هدف و10 أسيست مستمر بأداء خرافي 23 هدف فيلا ليغا طبعا ميسي مرة تانية هداف دوري إسبانيا وميسي بسبع أهداف المركز الثالث بهداف في دوري أبطال أوروبا على بعد هدفين فقط وأيضا بالصناعات مع فاتي 4 وهو 3 ميسي يقدم أداء للتاريخ. إذا أغلب اللاعبين غادروا النادي يا جماعة وحاليا التشكيلة سيئة جدا جدا بدها تظبيط شهر فلهيك رح أعرض ميسي على البيع لنشوف ممكن يجينا عرض من النادي نكمل في آخر كرتين ذهبيتين لحتى نحطم رقم ميسي القياسي اللي هو بالحياة الواقعية هو عنده 6 وحاليا ممكن هالسنة ياخذ 7 ما بنعرف ولكن أنا حاليا رح أخذ 6 و7 إذا قدرنا نحن وحظنا رح نشوف هل رح نحقق هذا الشالنج هيا بنا. إذا حاليا انقلت ميسي لليفربول لحتى نحقق الكرة الذهبية السادسة ونتساوى مع الرقم الحقيقي ولكن شوية تشكيلة ما كتير عجبتني يعني ممكن ناخذ فيها كرة ذهبية او دوري الابطال اذا لاعب السنة مين هذا يا جماعة 2030 صراحة ما اخذها ميسي اخذنا السادس لاعب اسمه جريجارد من مان سيتي ما اخذناها هاي السنة مع ليفربول اذا موسم 2031 كانت صفقة صراحة فاشلة جدا لاني رحت لليفربول انا توقعت ان ليفربول يكونوا منيحين ولكن صراحة سيئين جدا والدليل انهم مركز ثامن ما هم مشاركين بدوري الابطال فكان موسم سيء لميسي ولكن خلينا نشوف الاحصائيات اللي عملها ميسي صلاح صارت طاقاته 68 عمره 38 سنة طبعا ميسي اذا 59 مباراة 28 هدف و10 اسيست ما تأثر بسوء النادي ولكن رجع وسجل الليونيل بشكل رائع اذا برشلونة شوي ضبطوا خطتهم وجابوا حارس وكذا فقررت ارجع لهم وندور على الكرة الذهبية السادسة اذا ميسي خدعتكم مو ميسي اخذ افضل لاعب بالشهر فاذا حاليا راح نشوف من سيكون افضل لاعب لا 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 ميسي ما مرشح اذا خلينا نشوف برشلونة اول الدوري صراحة ممتاز جدا او سوبر كوبا كمان اخذناها ثنائي لا الكوبا دي اسبانيا ويفا سوبر كاب ما انا موجودين ويفا تشامبيونز ليج ميسي ثالث دوري ابطال يا سادة 3 دوري ابطال 5 كرة ذهبية وصراحة بعد هذا الموسم اذا خلينا مع برشلونة وجربنا ممكن ناخذ دوري الكرة الذهبية خلينا راح نجرب مباشرة نروح للكرة الذهبية طبعا الاحصائيات 54 مباراة 30 هدف و12 اسيست من ليونيل خلينا نروح للكرة الذهبية مباشرة اذا الاعلان عن لاعب السنة السادسة جبناه يا جماعة جبنا السادسة والله بعد ما يئست شوي جبنا السادسة اذا 6 كرات ذهبية حطمنا الرقم القياسي اللي محققه اصلا ميسي بالحقيقة ميسي للمرة السادسة تعبني هذا الفيديو يا جماعة تقريبا 3 ساعات ونص او 4 ساعات حاليا عم سجل وكله لعيونكم اللي وصل لهون يضغط على الزر لايك هالسنة ما اخذنا دوري الابطال اللي اخذوه هني تشيلسي على حساب بايرن مينشن
أرقام ميسي بالكرة الذهبية السادسة اليوم، الإحصائيات 55 مباراة 33 هدف. صراحة أنا حابب كمل بكرة ذهبية السابعة، وبما أنه تشيلسي أخذ دوري الأبطال خلينا نأخذ ميسي لتشيلسي ونحاول نجيب الرقم القياسي نحطه برقم الكرات الذهبية ونجيب السابعة بإذن الله. إذا جيت على تشيلسي وتشكيلة نار يا حبيبي نار صراحة، وحاليا رايح أتعاقد مع ميسي فورا ونجرب لآخر مرة. إذا ميسي جعل الفريق على يمينه رودريجو، على يساره أروخو، غير أروخو اللي بتعرفوه، هذا كمان من نجوم العالم صار، مو بعرف من وين طلع هذا اللاعب، ولكن خلينا نروح حاليا لا الكرة الذهبية ممكن تكون السابعة، فهيا بنا. إذا ميسي 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 السابع يا اليوم، تعبتني يا اليوم فيديو 4-5 ساعات بس لعيون الكتالونيين، ولأني أنا بحبك يا اليوم ولأني أنا كتالوني. إذن 7 كرات ذهبية من ليونيل ميسي أخذها مع تشيلسي، وممكن حاليا يأخذ لسه دوري أبطال، ولكن بكفي يا جماعة خلص أعتبروا دوري الأبطال مأخوذ. شكرا لكم على المتابعة ودمتم بألف خير.